خربت الارض، مفيش ميه، بقالنا اكتر من 50 يوم دور الميه مفتوح لنا، مستنظرين والاراضي فاضيه، وبتعد ايجار علينا. انا راجل مأجر، مأجر ب 3000 جنيه الفدان، ما خدتش غير غلة، ويا ريت قبضنا حق الغلة. كل ما تتكلم مع التاجر بيقول لك مفيش غير مفيش فلوس، مفيش فلوس. البنك ما فتحش، البنك ما فتحش، ما قبضناش لحق الغلة، والارض بايعة. حتى المية ما تصرف، يا ريت ما تصرف وبتيجي في الميعاد. لا ده بقالها اكتر من 50 يوم ما تفتحتش. الارض بايعة وتعد لنا ايجار، وصاحب الايجار عاوز الايجار، صاحب الارض عاوز الارض وعاوز الايجار. يا يسيب يا تطردك منها. هو تزرع ايه بعد الغله؟ هزرع ايه؟ انا قدامي هزرع ذره، هزرع بطيخ، كاوتش، هزرع في زراعات تانية، بس فين المايه اللي هزرع بيها؟ طب ميعادها جه ولا؟ ميعادها جه وعدى بقاله اكتر من 20 يوم. الميعاد طب والميعاد؟ هي رسمي تتفتح كل 15 يوم، النهارده بقالنا 50 يوم ما فتحتش المايه. والسبب؟ السبب بقى احنا مش عارفين سبب، السبب الناس تقول لك سد النهضه ومسد النهضه وعلى جميع الدنيا كده. طب المنبع حتى الغله ناقصها ميه، حتى الغله هنا عندنا في مريوط ناقصها ميه، ما جابتش انتاجيه اللي هي متعودين عليها. الفدان جاب لك كام ارداب؟ الفدان جاب 11 ارداب و12 ارداب. ما جاب الهواء اشتغل، نايم الغله، ما فيش ميه، والدنيا خربانه على كده. والحل؟ بيتنا اتخرب. والحل؟ الحل بقى بنناشد الحكومه ولا نناشد المسؤولين ولا نعمل ايه؟ مش عارفين نعمل ايه.